السيسي يستعرض مع وزير الدفاع وقائد القوات البحرية تدابير حماية الحدود وجهود القضاء على الإرهاب. البحرية الليبية توقف سفينة يقودها طاقم تركي وتصطحبها إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش. ودعوات جديدة لإضراب عام في العراق اليوم بالتزامن مع انتهاء مهلة تسمية رئيس الحكومة. الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وأحكام السيطرة عليها. كما تناول الاجتماع آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وقد أشاد الرئيس في هذا الإطار بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجها بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي. أعلنت البحرية الليبية أنها أوقفت سفينة يقودها طاقم تركي وترفع علم غرينادا. وأوضح الجيش الليبي في بيان له أنها جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا للتفتيش والتحقق من حمولتها. وأضاف أن إيقاف السفينة تم قبالة ساحل درنة في الحدود البحرية التي تم ترسيمها بموجب الاتفاقية بين السراج وأردوغان، والتي وصفها البيان باتفاقية الخيانة. دعا ناشطون في العراق إلى الدخول في إضراب عام اليوم قبل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية أمام رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة. وحذر متظاهرون في ساحة التحرير القوى السياسية من عدم التوافق على شخصية مستقلة لتولي مسؤولية الحكومة المقبلة، كما دعوا إلى الكشف عن قتلة المتظاهرين وأحالتهم أمام المحاكم الجنائية. هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا والصين بسبب استخدامهما حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة قرار تمديد تسليم المساعدات عبر الحدود إلى المدنيين السوريين. وقال بومبيو في بيان أن روسيا والصين تعتقدان بأن الوضع قد تغير على الأرض، بينما لا يزال ملايين السوريين بحاجة إلى المساعدة، مشددة على أهمية اطلاع الأمم المتحدة بدورها في تمرير المساعدات عبر الحدود. كشفت وثائق جديدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب حصر للمساعدات العسكرية إلى أوكرانيا قبل شهر من مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وتظهر الوثائق التي نشرتها وكالة بلومبرغ أن مسؤولي الإدارة الأمريكية أمروا بتعليق المساعدات بعد ساعة فقط من اتصال ترامب وزيلينسكي في 25 يوليو الماضي، ولم يعلق البيت الأبيض على الفور. وكان ترامب طالب بمحاكمة فورية في مجلس الشيوخ بعدما قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريين. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قوات بلاده نجحت في قتل 33 إرهابيا وأسر آخر وتحرير 2 من شرطة مالي في عملية عسكرية شاركت فيها طائرات هليكوبتر حربية قرب الحدود مع موريتانيا. ووصف ماكرون في خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في أبيدجان بساحل العج العملية العسكرية بالنجاح الكبير، مؤكدا أن بلاده ستواصل مواجهة الجماعات الإرهابية بمالي بكل حزم. هذا وأطلق الرئيس الفرنسي مشروع بناء الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب بالقرب من أبيدجان. انتهى الموجز الإخباري، ولمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.